سنوات طويلة من الحرب بالوكالة بروكسي وور بين إيران وإيران بين إيران عفوا وإسرائيل باتت تقترب شيئا فشيئا من أرض المعنيين مع تزايد الهجمات الإسرائيلية في قلب إيران. سلسلة عمليات تخريبية واغتيالات ضربتها خلال الأيام الماضية، المتهم الأول كالعادة إسرائيل والتوقيت له مغزى. الاتفاق النووي يتعثر وإيران تقترب أكثر من قنبلتها النووية وبايدن يزور إسرائيل. لم تعد تل أبيب في حاجة للتعتيم على عملياتها، أطلقت العنوان العريض عقيدة الأخطبوط كما وصفها بنت، وهي استراتيجية دفاعية جديدة تستهدف رأس الأخطبوط في إيران وليس فقط أذرعه في سوريا ولبنان والعراق أو حتى غزة. ولكل حادثة أو استهداف هاجسه، فمثلا قلق تل أبيب من تطوير إيران لمسيرات قادرة على اختراق دفاعاتها الجوية يفسر الهجمات الأخيرة على قواعد المسيرات الإيرانية واغتيال حسن صياد خدائي بصفته المسؤول عن التخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية. حتى خارج إيران تخطت تل أبيب الخط الأحمر الذي رسمته لنفسها سابقا، والدليل في مطار دمشق الدولي كان الهجوم صريحا وعنيفا لدرجة تسببت في إغلاق المطار. في لبنان أدى الانهيار الاقتصادي لخروج صراع غاز المتوسط مع إسرائيل من الظل إلى العلن والتهديدات، فحزب الله توعد باستخدام القوة إذا انتهكت إسرائيل حدود لبنان البحرية، أما استعدادات إسرائيل لمواجهة مع حزب الله فتشرحها مناوراتها المستمرة. لكن اللافت في كل هذه المواجهات أن رد إيران على استهدافها في العمق أو عبر الوكلاء كان في مكان واحد، أربيل. هناك تصر إيران على أنها تستهدف عملاء إسرائيليين، بينما تصر أربيل على عدم وجودهم من الأساس.